أمنا علي، الحياة ما بتعطينا كل اللي بنحلم فيه. كنت بحب سافر من بلد لبلد. أحمد الأسعد، حلمي أن يكون مهندس كمبيوتر. الحمد لله أصبحت مهندس كمبيوتر، هذا بفضل الله ورضا الوالدين. برافو لك يا أحمد، جود لك. زنزونة حكلا، كان حلمي يصير ممرضة ولكن ظروف الحياة ما خلتني كفي، لأنه كان لازم أشتغل وأدفع أجار البيت. دائما بتصير هيك الظروف. منى عكير، الصباح أجمل بوجودك، ثانك يو. الحكاية عكستني، كنت أحلم بالعمل بالخارج لكن أولاد الحلال ما خلوا شيء. تعرف شو الضريبي، لاني امراه، لانه مجتمعنا ذكوري. فتال، صباحكم سعيد. كان حلمي يكون ربان طائره لكن الحمد لله الامر ما الحمد لله على كل شيء، الامر له من قبل ومن بعد. زاهر، صباح الخير. عاده الانسان هو من يجعل الاحلام تصبح حقيقه. مزبوط 100% يا زاهر، لكن واقع البلد من معيشه صعبه تبقيها حلم. كوني اعشق الطبيعه الخلابه ونظيفه والظواهر الطبيعيه، كنت احلم ان اكون باحث بالعلوم الطبيعيه والفيزياء. صبري سليم مصطفى، طموحي بعده كبير وبدي حققه. دايما لازم ضلنا نقول هيدي الجملة، بأي عمر كان طموحنا يبقى موجود وحلمنا نحققه بأي عمر كان. حياة حمص، الحياة عكستني بكل شيء، من أبسط شيء لأقصى شيء. الحياة أخذت مني كل شيء. حياة فيك تكوني قوية وإيجابية وترجع تقلعي من أول وجديد بأي وقت من الأوقات. نيل اوف روز، صباح الخير. دايما اللي ربنا بيختاره هو الصح لنا. الحلقه اللي بتكون فيها منتابع حتى تنكيو لك يا صديقي. زهره البويشي، صباح الانوار. احمد الاسعد، صباح الخير. جوزيف، يسعد صباحك يا رب. طارق جراح، حلمي كان اعمل وزير بس للاسف ما قدرت. لوجين طرابلسي، صباح دكتور دكتوره كمان. منى فايز، بكل شيء الحياة عكستني. صبري سليم مصطفى، حلمي يكون أكبر صحافي وإعلامي بالعالم. يا رب الله يحقق لك حلمك يا صبري. خالد الهوني، كل شيء تم. فتحية جمال موسى، صباحه يا جوزيف. أنا بصبحكم بالخير وشكرا لكل يلي تواصلوا معنا. ما في يقرأ كل الكومنتس للأسف لضيق الوقت، ولكن بتشكر كل يلي تواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا. ذكرت عبكرة طبعا بمقدمتي قديش الإنسان لازم يكون طموح، حدا يحب العلم أكثر من المصاري، مثل ما صار مع جيمي ويلز يلي كانت صفحة ويكيبيديا حلمه، بلش فيها بطريقة بسيطة، سهر ليالي وليالي لسنوات عديدة، انضم له أشخاص كتار لضاف عليها كل المعلومات ممكن تحتاجوها بالحياة. فيكم تفوتوا على هالصفحة اللي صارت من أشهر صفحات والسايتس بالعالم. طبعا العلم كان حبه الأول والأخير من وراء تربيته مع أهله. جيمي ويلز هلأ من الشخصيات المؤثرة، من أحد الشخصيات المؤثرة إحدى الشخصيات المؤثرة بالعالم، وصفحته هي الأكبر، وقرر أنه تكون مجانية وبدون مقابل بعد ما كان فيه يقدر يعمل ثروة من ويكيبيديا خليها بمتناول الجميع. شكر كتير كبير لجيمي ويلز، ويعطيه ألف عافية. وأنتم فيكم تكونوا كل واحد منكم جيمي ويلز بأي مشروع بتحبوا تعملوه بالحياة، بأي حلم كنتوا حابين أنكم تحققوا. أنا طبعاً كان عنا ضيوف وفقرات كتير يوم الأحد، مستمرين للوحدة بتوقيت بيروت. رح ننتقل لعند الشيف بورشة ملح، وأنا بنضم له بآخر دقايق من حلقتنا لليوم. خليكم معنا. تحية جديدة لكل المشاهدين ومن معنا تابعونا. مشاهدينا، رح نعيد الوصفات بشكل سريع أنا وياكم حتى نقدر نتذكر شو عم نعمل. أول شيء حضرت اليوم زيادة كريم الهليون، شربة الهليون، زبدة وطحين ومرقة وكريم فريش مع هليون أخضر، هي عم تغلي بدها دقيقتين بعد، وبسكبها. حضرنا الحلو السميدي مع الكريمة، عملنا حليب مع رشة سكر صغيرة، وحطينا السميد، رح زينها بالكريم فريش. خفقنا الكريمة بدون أي شيء بهالشكل، ما حطيت سكر كتير، حطيت شيء بسيط من السكر، استخدمنا السكر الأسمر فيها بهالشكل. وراح نحط لها او بنحط فريز او بنحط زهر ليمون عليها، وتتقدم مع الفستق الحلبي. ما كترت سكر، فينا نستخدم القطر او العسل. فستق حلبي راح نحط على الدائرة شوي بهالشكل. هيدي صارت جاهزة لنا، إذا بدنا قطر أو عسل فينا نحليها شوي زيادة. هيدا الحلو صار جاهز، الشوربة كمان صارت عم تغلي جاهزة، رح أطفي عليها ونسكبها. يفضل استخدام الهليون الأخضر
بيعطينا لون بقلبها يضل مبين في فرق عن البياض اللي فيها، وبنحط رؤوس الهليوم ما بنفرمهم بهالشكل. قلت اللي ما بيحبوا الهليوم فيهم يستخدموا الفطر بيفرمونه عم بيحطوه بقلبها، او الدجاج المسلوق كمان فينا نستخدم بديل عن الهليون. شوربة كتير صحية وسريعة، ما بدها وقت معنا، بتتحضر بست دقايق مش أكتر من هيك. هيدي صارت جاهزة. أنا حاطط بالفرن، عملت عجينة هي طحين ومي وزيت ورشة ملح، وعملت حشوة هي حشوة اللحمة مثل حشوة الكبة العادية. عملت بصل مفروم مع لحمة، رشة ملح، رشة بهار، سماء وشراب الرمان. حشوة كتير طيبة رح استخدمها مع العجينة. وحضرت الخضرة للسلطة بهالشكل صارت. عملنا خضرة باذنجان مشوي، كوسة مشوية شي بسيط على النار، نفس الشي الجزر كله حضرته، بده تقريبا شي 3 دقايق على النار مش اكتر من هيك لحتى يكون جاهز. رح احضر لهم صوص طماط فريش معهم، اللي هي عبارة عن حط زيت زيتون شوي، هذه كتير طيبة معهم، شوية زيت زيتون، وشغل النار. وصفتنا سهلين، دايما بنذكر اذا عم نعمل شي بزيت زيتون دغري بنحط الزيت ما بنتأخر، نحط البصل والثوم عليه. البندورة في لها طريقتين، في طريقة بنعملها اللي هي بنحط البندورة بالمي مدة 3 دقايق تقريبا لحتى تنعمل بلون شير بسموها تتقشر، او انا فيني اقشرها واحطها دغري افرمها وحطها فوق. هيدا بصل ثوم زيت زيتون، هيدي البندورة رح نقشرها. قلت انا فيني احطها بمي مغلية مدة 3 دقايق بتتقشر دغري ما بتعذبنا ابدا. رح نكسب وقت هلا شوي و رح بتحطها بالمكنة كمان حبة بعد. ان العجينة اللي عم نعملها اليوم هي طحين مي زيت ملح، وبنحضرها لترتاح. بنرجع بنحضرها الحشوة اللي هي بصل ولحمة وشراب الرمان وشوية سمنة. هيدي طومات فريش فينا نستخدمها مع السلطة، فينا نستخدمها مع أي نوع من أنواع اسباجيتي إذا الصغار بحبوها فينا نعمل لهم هي. رح طل شوي على الفرن، بعد بدل العجينة دقايق ورح نفرم البندورة. هيدي البندورة صارت بهالشكل، نعمت. رح نضيفها على البصل والثوم ولتاخد لون حلو. اكيد اهم شي نضيف شوي شي بسيط من شراب رب البندورة بياخد لون حلو. هلا بحط لها بهارات، برجع رح شيل العجينة من الفرن. بدنا ملح وبهار أبيض. البهار الابيض دايما بنذكر اللي بيحبوا الحار فيه يزيدوا منه شوية صغيرة لانه بحرحر زيادة، بيستغنوا عن الحار الاحمر المطحون بالبهار الابيض. هيدي بتتعمل بهالشكل. رح اجيب مقلة، بدي اعمل البندورة الكرازية كمان شوية صغيرة بالزيت بس لحتى تاخد شوية نار تدبل شوية صغيرة تعطينا نكهة القلي. دايما عم نحط شي بسيط من الزيت كأنه عم نشتغل على الجريل، كأنه عم نشتغل بطريقة الشوي.
هلا في وصفه كثير مهمه كمان لكم عنها، بطبق السميدي اللي عملناه اليوم مع الكريم. اذا اشخاص ما بيحبوا الكريم فريش فيهم يحطوها بالفرن بعد ما تبرد لحتى تحمر، وجهها ياخذ لون وجهها احمر بتصير مثل الكنافه، وبيقدموها سخنه بحطوا عليها شويه قطر تتقدم تطلع كثير طيبه. هيدي بديل عن الكنافه، في اشخاص ما بيحبوها بيحبوا هاي كمان بتزبط معنا. البندوره حطها بهالشكل، بفضل تكون نفس الحجم تقريبا. هذا اللون الحلو اللي بدنا اياه بالصوص طماط فريش. هلا هيدي الخضره بعد ما شويتها رح اجيب قالب انا بعد شوي وصفها بشكل قالب مشكل على الالوان الحلوه تطلع، وبحط لها على دايره الصوص بندوره، صوص طماط فريش مع البندوره المقليه، وفينا نعمل على جنب مع صلصه الحامض مع زيت الزيتون وشويه خردل اذا بنحب. هيدي ما بدها كثير وقت معنا، شفنا كيف صارت، لازم تبقى شوي تقرش البصله فيها. اذا حدا بيحب يعطيها لون اكثر ما في اي مشكله، فينا نعطيها لون اكثر شوي. رح اطفي عليها ونقلي البندوره شويه. هيدي ما بدها تستوي، بدها تاخذ بس شويه قلي، يعني بس القشره تبعها تاخذ لون النار بهالشكل. المنتي الاساسي فيه هو اللبن اللي حنعمله اليوم. حنعمل اللبن، رح نعمل لبن مع رب البندوره مع رشه سماء مع رشه ملح، ونقدمه مع العجينه اللي حشيناها لحمه، هي قلنا بصل ولحمه وسماء وشراب الرمان بيعطيها نكهه كثير طيبه. هيدي البندوره تقريبا صارت جاهزه، هيدي بندوره صغيره حمرق معها شوي. هيدي صارت تقريبا جاهزه. ليه تركت انا تركت الكعب تبع البندوره تركته بقلبها، بيعطيني شكل كثير حلو فيها انا وعم اقدمها على داير الجات. رح نشيل وفرجيكم كيف صفينا قالب الخضره. انا حطيت شويت الخضره وصفيتها بشكل دائري حول بعضها كلها بهالطريقه، لا بشويها بشويها بس لحتى تطرى معي شوي صغيره وتقدر تاخذ تلف على بعضها مش اكثر من هيك. رح نطفي على البندوره، خلصت طفينا عليها. رح نحط على الداير صوص طماط فريش. بهالشكل يطلع على داير الجات كله. برجع بحط البندورة، وقلت الصوص تبعها هو اذا حدا بيحب على جنب يعمل مع صلصة الحامض مع الخردل كمان بتزبط، بتطلع كتير طيبة. هيدي بندورة حطيناها عليها. ظبط داير الجات. انا حطيت الصوص لحتى تقعد عليهم حبات البندوره اللي قليناها شوي. هلا تشوفوا شو حلو بس تخلص. سهله. ورحنا على طريقه الشوي، كنت عم بقول انا فينا نعمل الخضره بشويه زيت على مقلب بدون ما نروح على الفرن، بس يفضل معظم الاشخاص بحبوا يعملوا الخضره مشويه اكثر من القلي، صحي اكثر. هيدا الخضرة. أهم شيء أنا عندي شفنا استخدمت الألوان الفليفلي الملونة، استخدمت الجزر، استخدمت الكوسة، استخدمت الباذنجان. كمان برجع دائما بذكر أي شخص فيه صنف من الخضار ما بيحبه بيقدر يستغني عنه، يعني إذا حدا ما بيحب الكوسة بيعملها بدون كوسة،
في حدا ما بيحب الفليفلي كمان نفس الشيء. دائما بنرجع نذكركم انتم بتختاروا الصنف اللي بتحبوه تحطوه بطبقنا. رح بلش حط البندورة. تفضل نقي البندورة حجم واحد تعطينا شكل كتير حلو على داير الجاط. كمان صحية بندورة ما فيها اي شيء. بهالشكل عم نصفن. كان عاملين خضرة مشوية مشكلة من كل الأصناف. صار عندي بهالشكل جاط. رح كفي صف البندورة. رح نطلع بريك كتير قصير وبرجع بكفي أنا وياكم وصفة البنتي مع اللبن بالسماء ورب البندورة. بريك كتير قصير.